ذكرتم حفظكم الله أنك ستخبرنا ببعض الكتب في الرقية الشرعية، نرجو منكم ذكرها. نعم، من ذلك كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، فإنه ذكر طائفة كثيرة من هذا، ومن ذلك الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم أيضا، ومن ذلك الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد صح وقد انتقى الألباني رحمه الله الأحاديث الصحيحة منه ووضعها في كتاب مستقل، ومن ذلك كتاب الأذكار النووي مع ما فيه من أحاديث في صحتها نظر.